ابول السوينجز بتتمرجح او بتدور ان افيرتيكال سيركل، يعني الدايره دي مش في مستوى الصفحه، لا دايره كده واقفه كده، زي مش كده لا كده، فالدايره كده. طيب بيقول at the shown position the direction of the ball the total acceleration is، طبعا هو حاطط هنا في جيل تحت، طيب لتحت جي، وهو عمال يدور كده، ففي اللحظة دي في acceleration كده AR، وفي acceleration لتحت نسميها مثلا AY ولا حاجة. يبقى احنا عندنا two acceleration، عندنا acceleration لتحت كده اللي هي A في اتجاه الواي بتساوي الجي او ماينس جي، وفي عندنا acceleration في نفس الوقت رايحة ناحية المركز اسمها AR او AX زي بعضه بتساوي AR وسالب لان رايحة يسار. يبقى احنا عندنا two acceleration، واحدة رايحة ناحية المركز واحدة نازلة لتحت هي عادة الجاذبية الأرضية. يبقى التوتال اكسليشن ازاي؟ لو حبينا نعمل محصلة كده هنعمل كده، يبقى ده الـ A توتال، الـ A توتال، يبقى الـ A توتال رايحة يعني ناحية ايه؟ نقول ايه؟ ويست اوف ساوث أو ساوث اوف ويست، أي حاجة يعني الاتجاه ده حسب ما تقولها الاتنين صح. طيب تعالى نشوف بقى، هل هي لتحت بس؟ لا طبعا، لان في اكسلريشن رايح ناحيه المركز والكلام ده غلط. هل هي رايحه يمين؟ لا مفيش يمين خالص. هل هي رايحه بس تجاه المركز؟ لا، لان في اكسلريشن لتحت. هل هي رايحه لفوق كده؟ لا، هي المفروض لو رايحه، لو النقطه دي، لا مفيش حاجه رايحه لفوق خالص، لان لو النقطه دي تبقى كده وكده تبقى كده، فبرضو الكلام ده غلط لان مفيش لفوق خالص. هل هي رايحه كده؟ طبعا ده يتوافق مع مسالتنا، لان في كومبوننت رايحه ناحيه المركز وكومبوننت لتحت، فالمحصلة لازم تاخد الاتجاه ده.